نبقى في الأخير أخوان توافقنا تخالفنا تحصل في كثير أحيان زعلنا تراضينا نبقى في الأخير أخوان توافقنا تخالفنا تحصل في كثير أحيان عشرة نجوم 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 ولكن تبقى خوتنا هي قوتنا وسعادتنا ولو زادت مشاكلنا بنلقى حلها فينا ولكن تبقى خوتنا هي قوتنا وسعادتنا ولو زادت مشاكلنا بنلقى حلها فينا عشرة نجوم 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 تزاعلنا تراضينا نبقى في الأخير أخوان توافقنا تخالفنا تحصل في كثير أحيان زعلنا تراضينا نبقى في الأخير أخوان توافقنا تخالفنا تحصل في كثير أحيان عشرة نجوم 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 هي دي الهرجة اللي تحمي وهذا السالفة من طق طق لين سلام عليكم سالفة صدقية 100% بعيد عن نقصان والزلة يا ابويا تراك فجعتني وغوشتني يا عمي الحق 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 صلي على النبي صلي على النبي خذ الموضوع ليز ترى كل ما في الهرجة اني فكرت انه طلع لنا اخو شقيق واسمه راضي اسمع يا رشاد لا راضي ولا غير ابوك رحمة الله عليه كان رجال كتوم ما ندرش عياله ولد عن خيرهم وشرهم وسمناه ابو راضي ومشت على ابو راضي ابوي يا دا يا يدو مات الله يغفر له ويرحمه ومدام انت صاحبه وانا ولد البكر انت معزوم عندي هنا في الفندق ايش تشرب رشاد ايش اشرب ودلها عندي والقهوه عندي تقهوى يا رشاد يا ابوي فندق وفخامه وتقول لي قهوه اقول لك حط قهوتك هنا حط قهوتك هنا يا واد يا جابر انت يا حق الامن يا واد جابر لو سمحت يا استاذ رشاد انا اسمي رجل الامن مو حق الامن يا واد بلا فلسفه رجل الامن حق الامن كلها واحد امشي نجرب لنا عصير برتقال خلينا نروق انا والدحم شاني اجيبهم عصير انا حامل الفندق شاني كنت بوي الكلمه الاخيره دي انا ما فهمتها لكن شكلها سبه بس اسمع انا ممكن امشي لك هي واكون طيب معاه ولا كنت بدي الذي في وجهها امشي نجرب عصير برتقال لا تزعل ولا شيء اجيب لك عصير وكمان بارد ومثلج انا افدى للنخرة عمي في ناس يا اخي تستفزك بعض الاحيان انا ما احب اكون حمشي وكذا يعني بس يا اخي بعض الاحيان في ناس مره تفور الدم ولا ايش رايك الدعم والله يا رشاد قسم بالله انك رجل قيادي ما عندك اي تفاهم واحد زايد واحد يساوي اثنين هو ده رشاد بقول لك شيء واحد البحر ذا كم عمقه تبى تشوف والله يا ليت هاي ابو اقول يا رشاد بالنسبه للبحر ذا عمقه كم كيلو يا واد بالمتر ذا مو بالكيلو قرب شوف قرب يا رجل ايوه كمان
كم يديه من عندك؟ حسبي الله، حسبي الله كرشبك. يا نهار اسود ومنيل بستين نيرة، الأسعار دي، الأسعار دي اللي عمالة تطلع فوق. خربيتك يا شكري. صرنا نتكلم مع نفسنا يا شكري زي المجانين. يا عمي الأسعار دي بتخلي في دماغ البني آدم عقل. دي احنا بين النوم على سعر ونصحى على سعر تاني. عادي. هم يرفع الأسعار في المشتريات، احنا نرفع الأسعار في الفندق. وأسعار بقى اللي احنا هنرفعها. أقصد الغرف والأجنحة وأخص غرف العرسان. خليك محنك يا شكري. ومن اللي قال الكلام ده؟ أنا. أنت يا عم أنت بتخرف يا عم، أنا ما باخدش منك أوامر على الحاجات دي. وبتاخد أوامر من مين؟ أنا باخد أوامر من المدير أبو حسن. مين؟ المدير أبو حسن. أبو حسن. طب أمه حسن ولد حتى خالي ما يقدر يرفع وينزل الأيام هذه بمزاجه. عارف ليش؟ ليه؟ الأيام هذه مزاج الحلوين عيار المرحوم. هو يعني أبو حسن بيفكر يرفع في السحر؟ هو اللي قال لي كده، وأنا مستشاره الخاص زي ما أنت عارف. طب ما ترفعوا السعر في حاجة تانية وينبكوا سوا بقى. في إيش مثلا؟ في الراتب يا واد. حل حلو والله. جلوس على مكتب يعطي لك إحساس بالفخامة، بعدين يجي في القلب غرور والعياذ بالله. أيوة أنا عرفت دحين جابر ليه سويته محايطي. الحمد لله. بس السلام عليكم. إيش يا حبيبي؟ وكالة بدون حماية؟ برواز هنا بدون صورة واقف جنبك؟ ما شاء الله تبارك الله. الآن أنت ترقيت وصرت البواب حق الفندق. بواب في عينك. أنا رجل الأمن هنا في الفندق. أنت رجل الأمن؟ أيوة. وهذا رجل الأمن الأول جابر طردوه ولا كيف؟ ها طردوه؟ هذا ما ينطرد بالموزيل والليكويد يمزح ما يروح، زي لصق الجونسون في الزهر. هذا شغل أمن وراكع من الأب والجد. أيوة أيوة. طيب أنت ليش جالس هنا وهو فين راح؟ هو راح وبيع. هذا رشاد ولد هذا صاحب فندق. أيوة. أرسلته هو كلم جيب عسير. وليش ما يرسلك أنت؟ ها مجنون أنت يرسل أنا؟ ما يقدر هذا ولا ترسل أنا. أنا مو ضعيف زي جابر. أنت فكر هو ما كلمني أنا؟ يعني كلمك؟ أيوة. بس أنا كلمته كان غيرك أولى. وانتبه تاتي أوامر لحضرتنا. ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت إنسان قوي وما تخاف البتة بتاتا. ما أخاف يا واد. يا عبد الرازق. أيوة يا عمي. هل واد جابر ما جاء ولا كيف؟ لا يا طال الله عمرك، المتأخر مع عذره هو ما جاء. طيب ودامي؟ أنا ناقي صاحب المغسلة الذي أغسل وأكوي الملابس. حلو حلو حلو. ربي جابر. أسمع يا واد، تطلع فوق الغرفة تحصل الشراريب تأخذها تغسلها، بس تغسلها مزبوط. 6 سنوات ترى ما تغسلت. أغسلها وأنظفها ولمعها وفي قراطيس حط لك إياها. أصلي عليك زبد. أيام شي روح بسرعة خلي الشغل. وإنت يا واد أباك تيجي معاي تطقطق لي أصابعي طقطقة كده. أبشر يا تال الله عمرك. أصحى تتأخر. أبشر لمعها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك لكم هذه الترقية. الله يبارك فيك. أصنصير وشنط وفي النهاية طقطقت أصابع. ها أنت مجنون؟ تعلم يا حبيبي مو كل حاجة تشتغل. انتبه. يعني هذا الحين اللي افهمه ان انت مش رايح تطقطق اصابع رشاد؟ الا تطقطق بس رجل واحد، رجل تاني اتحدى هو كلم سوي طقطق رجل تاني. الحمد لله. بس ما يقدر. ايش؟ انت مجنونة ولا صح؟ ايش اللي فستان بألف ريال؟ انا لسه الاسبوع اللي فات نزلت انا وياك للسوق واشتريت لك فستان ب300 ريال وانا كنت شايفها كثير. الاسعار زادت. طب ايش دخل الاسعار زادت؟ خلاص كل ما تزيد الاسعار نقوم نمشي على الهواء؟ ايش المخ ده؟ اقول لك انا دحين ماني فاضي، عندي شغل مره كثير. يلا يلا مع السلامه، ولما نرجع البيت نتفاهم. وعلى فكره برضو 1000 ريال ما في. احلى صباح لابو سونا. مين ابو سونا؟ انت. ايوه انا ابو سونا. ايوه ابو سونا. انا ابو حسن. حسن ده دلعت لك هو سونا. دلعت لي. حلوه دي يا ابو سونا. طب انت لما انا بدلعك ايش اسميك؟ يعني رشرش. رشرش رشودي. ايوه حلو كده يعني. تفضل استاذ رشرش. ايوه
صدق يعني لي فترة قاعد أحاول أتدرب على النطة هذه ماني قاعد. النطة هذه؟ قاعد أحاول بس. أعدك فيها؟ لا 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 ما يحتاج. بس أعلمك. تعلم. أخص من كذا كمان. أيوة أيوة أنا أبغى أتعلم الحاجة هذه. أمرني أنت جاي كذا من الصباح ورايق وتفضل إيش خير؟ لا أنا مش رايق أنا حزين. يرضيك يا أبو سونة كذا؟ يعني عشان أنا أصغر واحد بين أخواني أتعامل المعاملة السيئة هذه في الفندق؟ لا طبعاً. يعني يرضيك عشان أنا أصغر واحد في أخواني يصير فيها كده؟ لا طبعاً. مين قال الكلام هذا؟ مين اللي يقدر يطلبه؟ كل اللي في الفندق. ليش خير إن شاء الله؟ شوف شكري وعبد الرازق حتى حق خدمة الغرف هذا شاهد بيتعامل معايا معاملة سيئة. يرضيك؟ لا طبعاً طبعاً لا أبداً ما يرضيني. هم يسووا معاك يعني. كنت في الجناح جالس قاموا خرجوني ودوني واحدة من الغرف كده غرفة خدمتها سيئة وزي أي أحد ما تليق أصلا بمقامي بصراحة. يعني أنا ما يرضيني أبدا اللي بيصير. وأنت من حقك يعني أنت واحد من أولاد المرحوم الله يرحمه يعني. طيب يعني أنا حكلمهم رغم أني أنا كلمتهم ووصيتهم إنه الأولاد بالذات أهتموا فيهم وخلوهم يسكنوا في أحسن أماكن. أنت فهمتهم كده؟ أيوه أنا قاعد أوام. لا 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 انا بتلعب فيا يعني ولا ايش؟ انا قالوا لي اصلا هذه اوامر ابو حسن. اوامرك انت يا ابو سونا. اوامر انا؟ انت بتسوقوها علي ولا ايش؟ لا بس يمكن يعني يكون نزار هو اللي فهم الموضوع غلط. نزار؟ اضرب. جابر يا اخي مالك ما هو في ايش في انت فين يا جابر؟ استاذ رشاد سوي مشكله كبير عشان يبقى اسير. يا اخي انا رجولي تقطع ولا ادور على العصير ده لما لقيته. مالك يا جابر؟ انت روح ثلاثه صابوا فيها. انت السفر ولا ايه يا اخي؟ ده صار غالي. هذا صار غالي. اول كنت اشتريه ام صغير بريالين وام كبير بخمس ريال. الان شقلبت صار ام كبير بثمان ريال وام صغير بخمس ريال. يا حبيبي ان شاء الله 10 ريال انت اجيب بعدين استاذ رشاد يدي كف بعدين راس طابان. طيب شاهد بالله شيل انت وطلعه عشان اخذ كف. انا الشاهد سرفراز انا ماشي لاسير. انت روح واجه مصير وقدر محتوم. السلام عليكم. شاهد تعال. شاهد انا ارض الامن. اوه بطني ما هو افرغ الحقوله بدل اطلع له هبلي كف يكون خلاص قد فرطت. ولا يهمك يا باشا ولا يهمك. ماشي مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. ليه العالم دي؟ الكلام في كلامه مفيش حجز. ليه؟ بقول إيه؟ الأسعار غالية. وما اللي هو عارف أبو حسن عايز أحلل الأسعار هيقولوا إيه؟ استغفر الله العظيم. يا شكري ما فيش تفضل ما فيش حياكم الله. حياك الله على ايه؟ انت ما عندك علوم القبائل يا اخي. علوم قبائل ايه يا ابني؟ اللي انت شايفني طالع نازل في الغرفه انا من الملابس. انا ما تشتت بالله يعني ريق بشويه عصير هكذا يا عمي. ماشي باللي ريقك بالهنا والشفا. عنده كان نفسي فيه. انت نفسك بالعصير؟ والله تعرف انا نفسي ايش؟ نفسي هكذا يوم واحد في العالم اغسل لك جاكيت يا عم ولا قميص يا عم ولا حتى اكوي البنطلون ولا الشراب اغسله اي حاجه نستفيد منك بريال واحد. لا يا حدي بص انت نفسك لكن انا لا مش معقوله هديك القميص عشان تقول لي 3 ريال ومش عارف ليه. 3 ريال هذا زمان 3 ريال الحين في المغسله حقي النجم الساطع في اليوم اللامع اقل حاجه ب 10 ريال اغسل لك البنطلون هذا. 10 ريال ليه؟ 10 ريال ليه يا اخي؟ كل شيء زاد. الصابون سعره زاد والمويه بالوايتات وسعر النفط زاد وهذا ياثر في الاقتصاد العالمي في الملابس. يعني ما تبغيني يعني من حقي اني ازود في السعر ولا كيف؟ ربنا اللي عالم. ما انت بتغسل الهدوم بالميه ولا بزيت دركسيون؟ اسمع العصير هذا طعمه بايخ. انت عطلتني وعطلت المصالح وما منك اي فايده وانا اصلا غلطان اني جيت عند الاشكال هذه. يا عم روح ده اللي بايخ بعد ما بلعته. استغفر الله العظيم يا رب. يا فندم
الساعة كم عندك يا سيد؟ الساعة دلوقتي يا باشا 10:15 دقيقة يا باشا. وأنا قلت لك تطلع لي الفطور الساعة كم؟ قلت لي يا باشا الساعة 10 تماما. معلش يا باشا معلش. التقصير من عندنا، أنا آسف يا باشا. بص يا باشا 5 دقايق وهيبقى الفطار عندك. 5 دقايق بالظبط. 5 دقايق؟ أنا لسه هستنى 5 دقايق؟ أنت عارف الدقيقة قد إيه مهمة بالنسبة لي؟ هذه آخر مرة تتأخر فيها. هذه آخر مرة تتأخر فيها ولا راح يكون لي معاك تفاهم ثاني. فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. تحت أمرك يا فندم. تحت أمرك. كل حاجة عايزها بالسنتي، ينفع كده؟ شوفي فين العصير؟ والله أنا بتشكرك يا عم جابر. بص العصير ده كان طعمه إيه تحفة والله. شربته؟ أنت مجبرة ما ترد ميت، فاكر أنت؟ يا عم ده أنت بليت ريق، ده كان ريق ناشف. الله بالله وجهك، تشرب كاستين؟ لا لا لا، كاستين إيه يا عم؟ أنا شربت كاسة واحدة بس، إنما الكاسة التانية بص الصبي بتاع المغسلة كان نفسه فيها، فقلت له خلاص بالعافية عليك. فهمت ازاي؟ اوعى تقول لي ما شربتش عصير. لا شرب، مش هشرب 10 كفوف. فارق الله يهبلك صاره، فارق فارق. ايه يا عم ماله كده؟ ايه الفندق ده اللي كله مجانين؟ متضرب انا على ايه؟ انا في الواقع اؤيد قرار رفع الاسعار. وانا ضد قرار رفع الاسعار ده. كل شيء زاد صحيح، لكن اللي مو صحيح انه نحن نركب الموجه. يا جماعه الخير، واحد جاي الفندق عندنا يبغى يهدي ويروق ويزور بيت الله الحرام، يقوم نرفع عليه الاسعار؟ دي صارت عباده ولا خراب جيوب؟ على عيني وراسي، لكن ترى نحن لا اول فندق ولا اخر فندق يرفع اسعاره. الصراحه يعني انا مع قرار رفع الاسعار، لكن نحن لازم نحط استثناءات معينه. استثناءات؟ كيف يا ابو حسن؟ يعني ممكن نسوي استثناءات وخصومات بالذات للموظفين وأصحاب الدخل المحدود، لأنه يعني كفاية عليهم أسعار المشتريات الغالية. أعذرني يا أبو حسن، إذا كان في استثناءات في الخصومات لازم تكون لأصحاب العقول والأساتذة والمفكرين والأدباء، لأن هذه الفئة من الناس آخر همها المال، فبالتالي نسوي خصومات تصل ل70%. أنا أشوف هذا قرار حكيم. سلم لي على المثقفين حقينك. أنا أشوف إذا كان في استثناءات تكون للعزاب، لأنه هذول اللي لازم يعيشوا حياتهم ويترفهوا قبل الزواج. وأنا أشوف إنه نوصل الخصم إلى 80%. إيش 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 أبو سونا، أنت سامع إيش قاعدين يقولوا؟ عزاب هذا يقول ذول مثقفين. مثقفين مين يا حبيبي؟ أنا أشوف إذا كان في خصومات واستثناءات صير يعني للشباب اللي زي بعمري مساكين وعلى قد حالهم، والناس اللي في اعماركم يا بسونا يقدروا يدفعوا بزياده. انا شايف كذا يا جماعه ان احنا ما نقدر نتفق ابدا. عندي راي، ليش ما خلونا نرفع الاسعار؟ نرفع الاسعار ونخليها الدبل، دبل الاسعار القديمه. ها كذا متفقين؟ يا حبيبي نحن اللي نحدد الاسعار، وانا اشوف انه نخليها 30%، لا قليل ولا كثير، يعني لا ضرر ولا ضرار. بس بالصراحة يعني في مشكلة صغيرة. بس ايش هي المشكلة يا حسن؟ يعني الفندق هذا اسمه 10 نجوم، لكن تصنيفه 7 نجوم بس في وزارة السياحة. والوالد السيد راشد رشوان كان طموحه وكان حلمه انه هو يخلي تصنيف الفندق 10 نجوم زي اسمه بالضبط، لكن للأسف مات وهو ما حقق حلمه وطموحه. عفوا أبو حسن، إيش دخل ذا الكلام في رفع الأسعار؟ أقول لك، عشان نحن نكون فندق تصنيفنا 10 نجوم زي اسمنا لازم في شوية إجراءات ضرورية لازم نسويها تقبلها وزارة السياحة عشان تدينا تصريح نكون فيه 10 نجوم. وما نقدر نرفع الأسعار إلا لما نحصل على هذا التصريح، وإذا حصلنا على هذا التصريح ساعتها مو نرفع الأسعار 30% بس، لا إحنا نقدر ساعتها نخلي سعر الغرفة الواحدة الدبل 100%. فاهمين؟
كيف عرفت اني هنا؟ اللي ما يعرف السقر قل مقداره. ايش في عبد الرازق؟ ايش في؟ كل مدير سوي فوق اجتماع عشان مصيبه حقه. مصيبه؟ ما مصيبه، ما هو في عسير حق الرشاد ما يجي لين دحين. دحين ممكن طلع قرار تقسيم طار. تقسيم طار؟ ما هو طار طرد يعني. يعني انت برا فندق سوي. لا 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 ما يضبط المالك انت. انا حامي فندق وحامي امن فندق. وانا شيء ذي وراثه على ابوي وعلى جدي. لا 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 انت مكبر الموضوع. مالك عبد الرازق مالك؟ شوف عشان عيش وملح وعشره عمر هو ممكن يسوي انتس في السطوح حامي عش الحمام. بعد هذا كله انا حامي عش الحمام. ترى كبيره في حقي وترى ماني زعلان. حياتي ماني زعلان. انا زعلان من شيء واحد. انا فاقع مراتي ورافع ضغطي. هذا الشيء رافع ضغطي مره. ايش زعلان من ايش؟ الحمد لله بس حساب 16 ريال اللي حسبتها في العصير شربها شكري ولاجي. تتوقع رشاد يحاسبني عليها؟ يحاسبك بكف يعدي الرقبه حقك. قلت يحاسبني بكف؟ كف كف. قام يلا. بس يا سيدي ونحن ما حنقدر نرفع الاسعار الين ما نصير فندق 10 نجوم، وانت عارف احنا فندقنا يا دوب لحد الان 7 نجوم. اوه يعني ردد يا ليل ما طولت. بس انا ححاول احل الموضوع هذا، حشوف علاقاتي بالواسطات باي حاجه، المهم عشان احل هذا الموضوع. بس انت انا ابغاك تخدمني بحاجه. ليش؟ وبدون غباء واستهبال وتجيب لي مشاكل. ابشر. اولاد المرحوم ايش بهم؟ مطفشين. كل واحد فيهم طالع لي انا ما عجبتني الغرفه حقي، انا الغرفه حقي ما هي مناسبتني. خذهم وسكنهم في الغرف اللي هم يبغوها، احسن غرف في الفندق، لكن ابعد من الاجنحه، لا حد فيهم يسكن لي ولا في جناح. هذا هو الموضوع اللي جاي عشان موضوع جناح العرسان. ما نقدر نسكن احد فيه، خلاص ما نقدر نسكن فيه احد بعد اليوم. ليش؟ ايش السبب؟ لا 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 يا شكري، لا 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 كذا غلط، كذا غلط. لو كل واحد فيهم اخذ جناح وبرطع فيه بكيفه كذا احنا حندخل في خساره، وانت عارف الفندق احنا افضل ايجارات بناخذها من الاجنحه اللي بتتاجر. يعني خلاص عشان اولاد المرحوم يسووا اللي يبغوه؟ الموضوع هذا مو مظبوط. انا لي تفاهم معهم. هم فينهم دحين؟ طيب انا دحين نازل، مع السلامه. يا نزار، نزار. أنا رشاد. ايوه. وراح خوينا صاحب المحل. ايوه. قال له يا ابو حميد ترى الدرج حق الشاهي خربان. ايوه. يوم جاء صاحب قال وين درج الشاهي؟ طلع الدرج خربان حق السيدي مو حق الشاهي. يا رجل درج سيدي. اه انك فله يا ولدي، ترى قسما بالله هذه ولا شيء، هذه ولا شيء. ادينا ادينا اكثر كمان، ايش في عندك؟ وبيني وبينك يعني انا ومر حياتي اظن نكته واحده واحده. يا ولدي انت مر يا جماعه. ابو حسن مرحب. يا مرحبا يا الدحلي، الله يرضى عليك. استنى شوي اسمع الكلام، ما ابغى منك قهوه. انا جاي اقول لكم يا جماعه والله ازعجت الناس، ازعجت النزل، ازعجت كل اللي في الفندق. ما يصير ولا لا يا نزار؟ كلهم اشتكوا، كل الادوار اشتكت وخاصه من هذا الرجل. شايفين؟ والله يا ابو سون انا قاعد اتسمع ومطنش السامجين دول. انا عن نفسي ما احب الازعاج، لكن ساكت ومستحمل. لا 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 انا كذا اللي مستحمل غصبا عني. يا جماعه والله الازعاج هذا ما يصير. يا ابو حسن يا ابوي حلال ابونا، واحنا جايين نفله ونتونس، تبى تكتم علينا ليه؟ ابو حسن اذا انا مصدر ازعاج فالعذر السموحه، سامحونا يا رجال وانا ماشي. اقول لك الدحمي دا لو مشي انا ترى امشي، ودا حلال ابويا وانت عارف. تبي نكته؟ هاي اديله السي دي، السي دي يقول المهم حق السي دي. يا الله الله يرضى عليك. انا عندي موضوع ثاني ابغى اكلمكم عنه. سيبونا من الكلام ده. انتوا تبغون نرفع الاسعار حقت الفندق؟ اكيد. طب كيف تبغون نرفع الاسعار؟ وانتم بصراحه كل واحد فيكم قاعد ومبسوط في جناح، الاخ ماخذ جناح له، والاخ ماخذ جناح كمان له، والاخ الثالث كمان له جناح، ما بقي الا انا ونزار ما اخذنا اجنحه. يا جماعه ما يصير، كيف تبغون نرفع الاسعار بهذه الطريقه؟ الاجنحه اللي هي تعتبر اعلى اسعار عندنا في الفندق انتم مستغلينها. طيب انا كيف تبغون نرفع الاسعار وانتم ماخذين كل الاجنحه اللي في الفندق؟ كيف احنا ممكن نكسب؟ يا جماعه الخير ابو حسن مع حق،
ترى ما يصير كل واحد له جناح. تبون الحل؟ ايوه اديهم الحل. ان يكون لي انا جناح. قل له نكتة. انا راح اقسم يا وقت الربر الرسامي جوادي انت. عشرة نجوم 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 عشرة نجوم.